من أعضاء الجهاز الفني الرائع ده بقيادة الكابتن شوقي غريب، هو اسم كبير في الكرة المصرية، واحد من أهم الأسماء اللي مرت على الكرة المصرية، واحد من أفضل المهاجمين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية، اسم كبير كنت بحبه جدا كلاعب ومتوسم فيه خير جدا كمدرب، وهو راجل محترف محترف. معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن محمد ناي جدو مدرب فريق المقاولون العرب. كابتن محمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك. يا كابتن جدو للاسف الصوت مش واضح، لو هنقف. يا حبيبي انا كده سامعك كويس. كريم اتفضل. صباح الخير يا ام كريم، وشكرا على المقدمه اللي انت قلتها في حق النادي وفي الجهاز الفني وفي حق انا شخصيا. بشكرك مره ثانيه وبتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله كده. وحشني جدا. انت وحشني جدا، واقل من حقك بكتير واقل من حق الجهاز الفني. انا حتى مع زمايلي في الاعداد كل يوم اقول لهم انا عايز اخصص سيجمنت للمقاولون العرب، للاسف مع زحمه الشغل بننسى او بنسقط ده، بس فرصه النهارده مع النتيجه النهارده على الداخليه وفوز صعب جدا على الداخليه، المقاولون العرب ياخد حقه. فانا بحييك وبهنيك كمان على المستوى المقاولون العرب بيقدمه الموسم ده. ربنا يخليك يا كريم وربنا يديمها كده ان شاء الله انتصارات كده باذن الله يا رب. انتوا اكيد عشان توصلوا للمرحله دي ده شغل عظيم جدا يا كابتن جدو. انت بتتكلم في موسم اللي فات انت بتنقذ الفريق كجهاز فني من الهبوط، والسنه دي انت موجود في هذه اللحظه في المربع الذهبي، عملتوا ايه؟ وانا كنت لسه بقول قبل ما انت تخش على طول انه الفريق دوت على مستوى الصرف والصفقات ممكن يبقى من اقل الفرق اللي صرفت الموسم دوت، ورغم كده انتوا عاملين انجاز رائع حتى هذه اللحظه. اكيد الحمد لله. يمكن احنا بدانا الشغل من السنه اللي فاتت يا كريم، وكانت موقف صعب جدا. نادي المقاولين كان الاخير على الجدول تقريبا، وكان موقفه صعب جدا، وكان باقي له 6 مباريات في الجدول، كان لازم تكسب منهم 5 مباريات على الاقل عشان تقعد. صحيح. اللي انت كسبتهم في خلال 30 مباراه قبل كده، انت كسبت 4 مباريات بس، فانت مضطر في 6 ماتشات انت تكسب 4 مباريات او 5 مباريات. كانت مهمة صعبة جدا. يمكن كابتن شوقي بصراحة يعني تحسب له جدا ان هو خد الريسك وان هو قال لك لا نخش ونشتغل. الحمد لله بدأنا شغل وربنا وفقنا. يمكن ال5 مباريات اللي فاتوا ساعدونا جدا الموسم ده كريم، ان انت حطيت ايدك على احتياجات الفريق وحطيت ايدك على النواقص اللي انت محتاجها للموسم اللي جاي. استغنيت عن بعض اللعيبة اللي كانت موجودة، اللي كان تقريبا معظمهم اعمارهم كبيرة. بدات تجمع لعيبه شباب من الانديه 2001، وبدات تطلع لعيبه من الناشئين. عندنا عمر فايد 2003 ده حكايه. ده عندنا محمد عبد الناصر 2006 عنده 16 سنه بدا يدخل ويخش، وفي كمان يوسف العزب مع المنتخب الشباب، كابتن محمود جابر. فاعتقد ان احنا بدانا ان احنا ندور في الناشئين، وان احنا كمان حتى اللعيبه اللي احنا نجيبها كان برضو ان عامل السن كان مهم جدا بالنسبه ان احنا ننزل باعمار الفرقه. الحمد لله طلعنا ناشئين وجبنا لعيبه من بره برضه، مزيج من الخبره في لعيبه خبره تعاقدنا معاهم زي راي وائل وليلى واحمد عيد، ومع لعيبه شباب من 2001 بره. كابتن شوقي كان عارفهم وجابهم بالاسم، زائد ان انت يكون عندك محترفين صحيح جيدين. فاعتقد الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل توليفه مميزه بين اللعيبه الشباب واللعيبه الخبره وبين اللعيبه المحترفين. مهم جدا لما انت تجيب لعيبه محترفين يا كريم تجيب لعيبه تلعب. ما تجيبش لعيبه محترفين تقعد على الدكه. اعتقد ما لهمش اي لازمه بصراحه، فانت تعلمنا اللعيبه المصريه احسن. لكن الحمد لله احنا موفقين في اللعيبه الافارقه لحد دلوقتي. اللعيبه الاجانب الموجودين الحمد لله بيقدموا معانا بشكل كويس، ودورهم واضح جدا مع اللعيبه المصريه اللي موجوده معانا في السكواد. زي ما قلت احنا ما صرفناش حاجه السنه دي، اكتر لعيب جبناه مثلا يا كابتن كريم كان 500,000 جنيه. يعني ما فيش صرف تقريبا، وفي سقف كمان للعقود ما يعديش ربع واحد من الباقي ان احنا نسمع منها. طبعا اعتقد ان ده شيء مهم جدا، ان انت تقدر تسيطر على عقود اللبس، وان انت يبقى في سقف اللعيبه ما فيش فروقات كبيره بين الفلوس اللي بتاخدها بينها وبين بعض، عشان تخلق حاله من الهدوء ما يحصلكش مشاكل. صحيح. مفيش حد يجي لك. فاعتقد ان الحمد لله الكابتن الشوقي داري الموضوع ده بشكل كويس، الحمد لله نتائجه ظاهره دلوقتي على اداء الفرقه والتجانس والحب اللي بين اللعيبه وبعضهم. يعني نتمنى ان شاء الله الحاله دي تفضل موجوده الفتره اللي جايه برضه ان شاء الله. صحيح. الفتره اللي فاتت دي فيها تالق لكثير من اللاعبين في المقاولون العرب، وبدات العيون تروح عليهم. انت ازاي بقى او كجهاز فني ازاي بتتعاملوا مع اللاعبين وتطمنهم ان هم محتاجين بس يركزوا الفتره ديت وبعد كده تسيبوهم؟ عشان انا عارف انه في اكتر من اسم كان في نادي، يعني مثلا عمر فايد على سبيل المثال، انا عارف انه الاهلي
كان مهتم بيه. في اكتر من لاعب عندك الانديه بدات تهتم بيه بعد التالق والشكل الرائع للكرة العرب في الفتره اللي فاتت. اكيد طبعا نتيجه للشغل والنتائج اللي موجوده، اكيد في لعيبه كتير هيجي لها عروض، يمكن عمر فايد من اهم اللعيبه اللي بيجي لها عروض دلوقتي، لكن عمر في انه لسه صغير والحمد لله بيأدي بشكل كويس، وعنده بطوله افريقيا الشهر الجاي يكون موجوده مع الكابتن محمود جابر، بالنسبه له فرصه ان هو يتالق فيها وان هو كمان يزود سعره ان هو ياخد خبره اكبر على مستوى المنتخب ان هو يلعب بطوله افريقيا. اعتقد عندنا الحمد لله لعيبه كبيره، لكن اللعيبه الحمد لله لحد دلوقتي مركزه في ان احنا ان شاء الله ان احنا نأدي موسم قوي، لكن اللعيبه اللي موجوده معانا ان شاء الله هتكمل اخر موسم معانا يعني، وهم كلهم اصرار وتحدي ان هم يعملوا موسم جيد عكس الموسم اللي فات، الموسم اللي فات كان صعب على النادي جدا. فكل اللعيبه مركزه وان شاء الله ان هم يعملوا موسم جيد ينافسوا الناس الموسم اللي فات يعني. هايل كابتن جدو، كل جهاز فني بيبقى حاطط لنفسه مع الفريق بتاعه اهداف للموسم، انتوا اهدافكم ايه بشكل واضح للموسم ده؟ اعتقد اهدافنا يا كريم مش عايز يعني، اعتقد ان احنا الهدف الاول بالنسبه لنا ان احنا نجيب النقط اللي تعنا في الدوري، تعنا في الدوري بشكل مطمئن يعني. هو ده الهدف الاول بالنسبه لنا، اول ما نوصل للمرحله دي ان احنا خلاص جبنا عدد النقاط اللي هي تضمن لنا البقاء في الدوري، نبدا نبص للمرحله اللي بعد كده. لان احنا الموسم لسه بدري جدا، لسه ما خلصناش الدور الاول، فمش عايزين يعني فاهم نطير باحلامنا، لكن لا ناخدها مرحله مرحله. المرحله الاولى ان احنا ان شاء الله ان احنا نحقق النقاط ان هي تقدر تعنا في الدوري، واول ما نوصل للمرحله دي نبدا نبص للمرحله اللي بعديها ان شاء الله. صحيح. طيب السؤال اللي جاي دوت يخص او يبعد شويه عن محمد ناجي جدو المدرب. محمد ناجي جدو احد من الاسماء الكبيره اللي لعبت في النادي الاهلي خلال اسبوع هيكون موجود في كاس العالم للانديه، تقول ايه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي قبل هذه البطوله الكبيره؟ اكيد طبعا بطوله النادي الاهلي المحببه، يمكن النادي الاهلي وصل لها السنتين اللي فاتوا وحقق نتائج جيده جدا ووصل للمركز الثالث. اتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يؤدي مستويات قويه برضه، وان هو ان شاء الله يوصل للسيمي فاينال ويقابل اعتقد ريال مدريد ان شاء الله. يعني فكرته ان شاء الله يعني تكون يعني اوكلاند اعتقد في المتناول، بعدين لو كسب اوكلاند ان شاء الله يعني ويكسبها هيلعب فرقه امريكا الشمالية تقريبا. صح. وان شاء الله السيمي فاينال لعب ريال مدريد، اتمنى ان شاء الله ان الاهلي يوصل ان هو يقابل ريال مدريد في قبل النهائي ان شاء الله. وكل حاجه في الكوره جاهزه يعني، النادي الاهلي دلوقتي بيأدي بشكل كويس في الدوري على مستوى الدوري. صح. اللعيبه بدات ترجع لفورمتها اللي احنا نعرفها عنها، سواء اللعيبه المهاجمين كمان اللي كان النادي الاهلي بيعاني منه الفتره اللي فاتت، ياسين شحاب اتألق دلوقتي، وعندك شريف دلوقتي اتألق وحط جونين، ورجوع كهربا وعبد قادر ومعاك سابيو ومعاك بشتا ومع الصفقه الاجنبيه اللي جايه، اعتقد النادي الاهلي ان شاء الله يخش بمعنويات مرتفعه ويخش بسكواد قوي ان شاء الله يقدر يحقق له ان هو يوصل لقبل النهائي ان شاء الله ريال مدريد، ونشوف ايه اللي هيحصل في المباراه ان شاء الله. طيب اخر حاجه، اشتغلت مع كابتن شوقي غريب كلاعب مع منتخب مصر، ولا انت تشتغل معاه كمساعد للمدرب، الفرق بين الاثنين؟ اكيد طبعا كابتن شوقي من الاسماء الكبيره كريم في الكره المصريه. لو انت عديت المدربين المصريين من اللي خدوا بطولات على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات، اعتقد ان كابتن شوقي واحد من ابرز المدربين اللي عدوا تاريخ منتخب مصر ومنتخب اولمبي وطلع اجيال يعني. واعتقد ان الفتره اللي فاتت ظلم يعني بعد رجوع من الاولمبياد، شايف معاك في حمله ايه؟ اتفق معاك جدا. طبعا ان هو اتظلم وكان في حمله ضده بشكل شرس يعني، الراجل لسه كسبان بطوله افريقيا يا كريم وراح الاولمبياد ادى صعب من مجموعه صعبه جدا فيها الارجنتين وفيها اسبانيا اللي هو اللعيبه كانت بتلعب كاس العالم قبليها وفيها استراليا صعب منها، وخرج من البرازيل اللي هي كسبت اللقب في النهايه. صح. اول ما رجع يتهاجم هجوم شرس جدا فما كانش ليه داعي يعني تقريبا يعني، فيمكن اتظلم ظلم قوي جدا. اعتقد ان احنا عندنا لحد دلوقتي يا كريم مش ما بنقدرش ان احنا نقدر الناس اللي بتعمل تاريخ وان هي بتعمل نتائج. اعتقد ان انت حتى لو كنت عايز تمشي الكابتن شوقي كان ممكن تمشيه بطريقه اشيك من كده. صح. بعد انت مثلا خلاص انت مش عايز الكابتن شوقي مش هيكون موجود، مش راجل المرحله اللي جايه، لازم تكرم الكابتن شوقي على الانجازات اللي عملها. صح. وتقول له شكرا يا كابتن شوقي وارجع بطريقه شيك. اعتقد ان احنا محتاجين ككره مصريه ان احنا نعيد النظر في القضيه دي، ان الناس اللي بتادي وبتحقق نتائج اعتقد لما انت ما تكونش محتاجها او مهمتها خلصت لازم تكرمها وتخرج الموضوع بشكل كويس بشكل شيك يعني، عشان خاطر تقديرا للجهود والشغل اللي عمله والبطولات اللي حققها يعني. صحيح.
انا شايف انه اتظلم، اتظلم، ويمكن الموسم ده بيرجع له جزء من حقه شويه كريم، النتائج اللي حاصله دي ان شاء الله يعني. لكن في النهايه كابتن شاور راجل ممتع في الشغل معاه جدا، انا كان اشتغلت معاه مع وانا 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 لعيب، من المدربين اللي بيخليك تطلع كل حاجه، عاملك معامله جيده جدا، بتخلي كل لاعب يؤدي كل ما عنده يعني. صحيح. وكمان في التدريب كمان بيدينا مساحه ان احنا نشتغل وان احنا نتكلم وان احنا نتشاور في كل حاجه. فاعتقد الشغل معاه كلاعب او معاه فرد في الجهاز الفني اعتقد ممتع جدا، واتمنى يا رب ان شاء الله العلاقه دي تقوم ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. يا كابتن جدا انا بتمنى لك كل التوفيق وبهنيك على الفوز النهارده امام الداخليه وعلى اداء المكونون العرب بشكل عام هذا الموسم. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد ناجي جدا مدرب فريق المكونون العرب.